سيد خل اعطي مجال الى الاخ فارس السعيدي والاخ من اظن من المانيا او كذا. فاول شيء فارس تفضل. استاذ فارس السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بالاستاذ. كل عام كل عام وانت بخير وايامك عليك مبارك بولادة النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحمد لله. طيب، عنوان البرنامج جميل جدا، المولد النبوي بين الاتباع والابتداع. اذا لا بد من هذا المولد من الاتباع، عندكم دليل على هذا الاتباع؟ اي تفضل، هات الدليل. يلا تفضلوا دليلكم على هذا الفعل. الدليل ذكرناه الآية الكريمة فليفرحوا، والدليل الثاني من السنة ذلك يوم ولدت فيه في صحيح مسلم. والأمور على إباحتها وإحنا نفرح. طيب، الدليل في السنة ماذا قال؟ إحنا نريد نفرح، شو المشكلة؟ طيب، أنت تقتدي بمن في هذا الفرح؟ بالقرآن الكريم، القرآن يقول فليفرحوا. طيب، من الذي قال أن هذه الآية نزلت في المولد النبوي؟ المولد وغير المولد. الله قال والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هل هذا المولد أنزل على النبي؟ المولد وغير المولد هو مجال للفرح. الله يقول والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، أين الدليل أن النبي قال افرحوا بهذا اليوم، افعلوا كذا وكذا؟ قل بفضل الله. الله قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اسمعني خليني أكمل قراءة الآيات. ومن أفضل مصادق الفضل والرحمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. بذلك المن، اسمعني أخونا، بذلك المن الذي قال فيه الله تبارك وتعالى. يا أخي لا تقاطع يا أخي، والله أنتم ما أعرف شنو قضيتكم. الله قال، اسمعني أخي، الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ومن أفضل مصادق الرحمة هو رسول الله. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أمرنا أن نفرح بالرحمة، ونحن نفرح برحمة الله الذي هو رسول الله. رسول الله هو رحمة للعالمين. الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ونحن نفرح بهذه الرحمة لأن الله أمرنا أن نفرح برحمته. يا أخي أنا الأخ فراس، لحظة بس فراس، أنا الأخ فراس ومنشاكل فراس حقيقة يحيروني. نبكي على الإمام الحسين يقول ليش تبكون، نفرح يقول ليش يا رجل هذا اتباع، هذا دين، ليش تفرحون؟ ليش اسمي هالكلام انتم يا اخي؟ شوفي انا اريد افرح بمولد النبي، ايش الحرام؟ طيب، انا اقول لك انك تفرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم. اي شو ابكي بموت النبي؟ لا، متى مات؟ في أي يوم مات النبي؟ مو مشكلة، هذا اليوم، اليوم أنت تفرح بهذا اليوم. ماشي ماشي ثابت ماشي، هذا اليوم هو الذي، هل أنتم تفرحون؟ ماشي، أنا أعتقد، اسمع لي يا أخي، أنا والأزهر نعتقد أنه اليوم مولد النبي ونفرح. شو المشكلة؟ أنت والأزهر وكل الجن والإنس عندكم دليل أو ما عندكم دليل؟ والله عندنا دليل. لا، أنا سمعته، هذا سمعته، حجينا ميتة. ايه فارس تتكلم عن الحوار. اسمع، انت عربي، انت عربي ما تحترم الحوار يا رجل. اسمعنا كما سمعنا. اسمعني يا اخوان، اشكرك. انت اخذت مجال كثير وجاءت قاطع. اسمع الان، اذا ثبت عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم، اذا لا تخاف، اسمع لا تخاف، اذا ثبت عندك ان النبي احتفل في ذلك اليوم تحتفل انت؟ يقول لا. اذا ثبت عندك ان النبي احتفل تحتفل؟ نعم، إذا احتفل النبي احتفل، ما عندي إشكال، تفضل. أحسنت، النبي بكى على الحسين، لماذا لا تبكي على الحسين أنت؟ يا رجل النبي، نحن في المولد النبوي،
إذا كلامكم كذب، والله أنتم كذبة، ما أنتم دين تسألون عن فعل رسول الله ولا تتبعونه، حتى لو ثبت عندك أن النبي فعله والله ما تفعله. ماشي، شوف أنت تتبع، أنت تتبع ما تتبع رسول الله. فارس فارس، أنت ما تتبع رسول الله، أنت تتبع، أنت تتبع، اسمعني، أنت تتبع محمد بن عبد الوهاب، لأنه ثبت عندك النبي حسن ما تحسن. طيب تقول أريد النبي، أريد النبي ثبت أن النبي فرح. والله لو ثبت عندك النبي فرح واحتفل ما تحتفل. ليش؟ لأنه محمد بن عبد الوهاب يقول لك حرام. زين، فأنت نبيك محمد بن عبد الوهاب وليس رسول الله. هذا هو، هذا هو، هذه حقيقتكم. اسمعني، هذه حقيقتكم. لا تكثر الكلام، هذا كثرة الكلام دليل على أنه ليس لك دليل. طيب مجال سيدنا، طيب مجال، تفضل تفضل فارس. لو كان دليلا، لو كان عند، لو كان دليلا عند ميتم الموسوي وكل من يحتفل بهذا تسأله ما هو دليلك يا إنسان على هذا، يقول لك الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هو ما عنده دليل، قفز إلى الحسين. الآن أنت عندك الاتباع، هل تتبع النبي؟ أمرك النبي بهذا؟ تفضل، ما عندك قل ما عندي وبعد. لحظة سيدنا بس عندي لا سيد، خلى لوزة لحظة، لا لحظة، فارس فارس أنا بدك تهدأ. لا تلوز ولا تقرقع، يعطيني الدليل. فارس فارس اعطيني مجال، أنت مكرم اعطيني مجال. أنا أطبق الآية القرآنية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وانا بذلك عائدة على من؟ بذلك عائدة على من في الآية؟ على النبي صلى الله عليه واله وسلم. بذلك عائدة ايه؟ على من؟ على، اقول على النبي، على النبي. طيب دليلك انها عائدة على النبي؟ لانه الله قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، والله قال قل بفضل الله وبرحمته. نعم نحن نفرح بأن الله خلص انضموا، يعني انضموا يعني لحزبنا صح الآن. الآن صرت من حزبنا حزب الذين يفرحون خلص. وش طيب اسمع أنا أفرح بأن النبي صلى الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا ليس عندي خلاف معك، الخلاف بين شو مشكلتك وياي؟ مشكلتي وياك أنك تفرح بيوم موت النبي. أنت ناصب يا أستاذ وعد، ليش أنت ناصب تفرح بموت النبي؟ أنا ثابت عندي وأنا والأزهر أنه اليوم مولد النبي. الثابت لنكون منصفين يا 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 يا, يا, يا أناس، لنكون منصفين. الثابت أن هذا اليوم الذي تحتفلون به هو موت النبي. هل أنتم تحبون النبي؟ طين الدليل. الدليل المتفق بين المسلمين. طيني يا أقرأ من الرواية أنه اليوم موت النبي. ماكو يقرأ هذا متفق بين كل المسلمين. يا بد الطيني من المسلمين. يعني حجينا هو اللي قاتله أنه اليوم وفاة النبي وليس مولد النبي. ماشي صراحة غلط، يعني لازم نحزن. يعني أنت اليوم حزنت؟ أنت اليوم حزنت لوفاة النبي؟ أنا اليوم الحمد لله صائم، أقتدي بنبينا لأنه أمرنا بالصيام في حزن. حزنت لوفاة النبي لو ما حزنت؟ هذه الصوم حزنا أو فرحا؟ الصوم، الصوم عبادة. أدري أنت صمت عبادة، حزنا أم فرحا؟ عبادة، أمرني الله بهذا. أعرف يا ابن عمي، هذه العبادة نتيجة فرح ولا نتيجة حزن ولا نتيجة إيش يا رجل؟ نتيجة اتباع للنبي. أدري الاتباع فرحا بهذا الأمر ولا حزنا؟ انقيادا لأوامر النبي. والانقياد، هذا الانقياد فرحا أم حزنا؟ كيف فرحا؟ أنا عندما أصوم أفرح؟ اي طبعا، انا الان اصوم رمضان افرح لان اديت العباده والشكر لله تبارك وتعالى، واقول اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطر. ممتاز، والحمد لله. اعطيني مجال، اعطيني مجال. شوف الان اوجعتك. اصبر الان توجعت يا رجل. ايش اوجعتني والله؟ يا اعطيني مجال، اعطيني مجال الوجع، اعطيني مجال، اعطيني مجال يا فارس. فارس انت تدري انه انا احترمك، اعطيني مجال. أنا لما أصوم في رمضان، لذلك إخوان بعد رمضان شنو يجي؟ يجي العيد. ليش؟ فرحنا بالصوم، فرحت بالعيد. يا أخي الله أكبر يا عمي، اعطيني مجال أكمل وأقدم لك المايكروفون. يلا تفضل أكمل. شكرا لك. ولذلك
أي صائم يفرح بصيامه، ولذلك نعيد الحمد لله، أتممنا رمضان، نسوي بقلاوة، نسوي زلابية، نسوي زين. الآن الآن يا أخوان تمنوا قيمة، لا تنسى تمنوا القيمة. اي تمن تمن مو تمن. فارس ابقى معي، ابقى معي فارس، لان هذا الاخ تاخر من المغرب. تفضل اخونا من المغرب، يا اخي من المغرب تفضل. ما اعرف مغرب، المانيا، امريكا، انا حجينا. اي تفضل انت منو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نهنئك ونهنئ العالم الإسلامي بمولد النبي. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. الأخ فارس، شو أي شيء يريد فعله الصحابة وفعل علي؟ أنا سأل سؤال، هل أبو بكر مثلا كان يوزع الحلوى بعاشوراء؟ يعني كان يوزع الحلوى وكان يرقص بعاشوراء؟ ابو بكر معاشر عندهم هم عيد وعندهم فرح وعندهم توزيع هدايا فيه، لان مقتل الحسين عادي بالنسبه لي. سال سؤال نجيبك. ممكن نجيبك او لا؟ اجب تفضل. ابو بكر اصلا عاش قبل موت الحسين، هذه هي المصيبه العظمى. وأبو بكر كان يوم عاشوراء يصوم اتباعا. طيب ليش النبي بكى قبل موت الحسين؟ ما يبكي وبعد لا أنت ابكي، من الذي منعك أن تبكي؟ لا لا, لا أنا أسألك، الحسين عليه السلام لم يمت، لماذا النبي بكى على الحسين عليه السلام؟ أنا أقول أنا أقول يا رجل اسمع، إيش بدعة الكلام؟ اسمع، أنا أقول لكم يا شيعة ابكوا، لكن لا تلطموا، لا تطبروا، ماشي. لا تزحفوا، ماشي. كم ماشي. لا تفجروا، لا تكفروا، لا تفخخوا. فارس لا تطبروا، والله إنك طيب فارس. اسمع كم مرة بكيت على الحسين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله؟ أنا ما بكيت لأن البكاء ما بكى. لا شلون أنت سني؟ مو النبي بكى، غير السني تبكي كما بكى النبي. شوف إخواني الظلم، هو يقول يا شيعة ابكوا، لأنه أنا قلت له النبي بكى، فقال يا شيعة ابكوا على الحسين كما بكى النبي. طيب هذه سنة، النبي بكى ونحن نبكي. أنت كم مرة صرت سني وبكيت على الإمام الحسين تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول ولا مرة. يعني من أنت سني؟ وهذا الذي نقوله، هذا الذي نقوله، أنهم هؤلاء لا ينتمون إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أنا أخرتكم، أنا أعتذر من الجميع، وخلونا الى هنا، الحوار هادئ ومفرح، واريد اشكر بس حجينا خلي اقرا هذا الحديث اللي يقول انه ما في فرح عند الصائم. هذا صحح الالباني، صحيح الترمذي، يقول الصائم فرحتان، فرحه حين يفطر وفرحه حين يلقى ربه. الصائم يفرح من يخلص صومه، يفرح يا عمي. والله ما عندهم دليل ولا عندهم اي شيء، وانتم كما ترون الان. على حال الشكر الجزيل للأخ أحمد من الجزائر.